هعمل ايه؟ كده اهو. ايه الاستهبال ده؟ ما بص قدامك. نعم؟ نعم ايه؟ يعني الدنيا فاضية خلاص، ما لقيتش غير هنا اللي اتصور فيه؟ يعني على فكرة بجد انا لو بشوف فعلا كنت هبص قدام، بس انا ما بشوفش. انت فعلا ما بتشوفش، فممكن تتفضل بقى تصور في اي حتة. بنتكلم بجد، ما بتشوفش. كفيف يعني. كفيف يعني ايه؟ يعني يعني على يعني بجد على فكرة انا كان نفسي اكون بشوف عشان خاطر ابص قدامي، بس انا فعلا بجد ما بشوفش. وعلى فكرة بجد ربنا يسامحك، يعني على فكرة عشان بجد انت كده هنتيني جدا وجرحتيني. يعني انا ما كنتش اعرف. انا اسفة بجد، انا اسفة. على فكرة بجد انت جرحتيني جدا، انا ما اعرفش ده وانا عملت لك ايه. انا كل اللي عملته انك جاي باخد صورة وماشي، عملت لك ايه؟ انا اسفة بجد، على فكرة بجد انا مش مسامحك. مش قصدي بجد، انا اسفة. حسب الله ما كل فيكي بجد. لا 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 والله بجد، بجد. انا اسفه ما كانش قصدي. عشان ابقى بجد انا اسفه، انا اسفه والله والله. حقك عليا على فكره، انا النهارده مش هنام بسببك النهارده على فكره. يعني لا ليه؟ حسب الله ما كل فيك. مش عارفه محمود سعد. هم ماشيين. محمود هنا. محمود سمعت عايز امشي من هنا. لا 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 محمود سمعت. محمود خلاص بجد، خلاص محمود معلش يا جماعه، عايز امشي من هنا. محمود بس واحد منهم عايزه مش خالص. محمود بجد مش عايز اصور. خلاص عشان خاطري، عشان خاطري بجد. انا اسفه والله ما كان قصدي، والله ما كان قصدي بجد. ممكن تتصور براحتك خلاص بجد. اتفضل اتفضل تصور زي ما انت عايز بجد. ممكن اتصور معاك؟ نعم اتصور معاك. ممكن تصور معايا فعلا وانت بتقول عشان بس ما تزعلنيش؟ ما تصور معايا فعلا بجد؟ بجد بجد؟ بجد. خلاص يا حمود صورنا مع بعض. يا حمود معلش. يلا بقى يلا. طب هو حمود واقف فين ده لو سمحت؟ واقف هنا. واقف هنا؟ يلا يا حمود نتصور. خلاص بجد تعالى. خلاص مسامحك والله. خلاص بجد تعالى. بجد والله. والله خلاص بجد انا مسامحك والله. بجد ما كانش قصدي والله. انا خلاص سامحتك والله. انا بس اليوم النهارده انا عايز. خلاص والله بجد مسامحك والله. مسامحك خلاص بجد. طب تعالى نتصور مع بعض. يلا. تعال. ممكن بس ممكن طلب صغير؟ اتفضل. طبعا ممكن نعمل بوز البطه. انا اسف عشان نفسي اعمله من زمان بجد. انا اسف. ممكن؟ ممكن نعمل بوز البطه. يلا. ممكن بس حاجه تانيه. انا اسف جدا بجد والله. ايوه ممكن نقول بطيخ. ممكن نقول بطيخ. يلا يا محمود. يلا بطيخ. بجد انا بجد يعني مش عارف اقول لك ايه بجد. شكرا بجد. وانا خلاص بجد زعلان منك. انا اسفه بجد والله. انا خلاص انا بجد زعلان منك خلاص بجد والله. انا اسفه والله، انا ما كنتش اعرف. طب محمود. طب انا صعب بس احمد الصوره عندك. طريقه حلوه ولا وحشه عندك الصوره؟ بص كده بس. ايه النضاره بقى عشان ايه؟ ما تقوليش ما بتصورش حلو. ايوه اتفرج بقى كده. هو ايه اللي اتفرج؟ بص بقى على الصوره. محمود قلت لك 100 مره الجنب ده عندي مش حلو. هو ايه 100 مره وانا الجنب ده مش حلو؟ هو انتوا بتهزروا؟ ثواني بس. اتس بكيت. ثواني ثواني. اشوف الصور. ايه؟ اشوف الصور. صور ايه؟ وهات الموبايل. ثاني بص البطه مش حلوه. بص البطه طلع مش حلوه. تستقبل. طب ابص ابص البطه. افتح الزفت. افتح الموبايل بدل ما اكسره دلوقتي. طب ثاني. طب انا بتصور ايه انت كمان؟ انت بتصور ايه؟ ثانيه بس. ثانيه هفهمك. تجيب الموبايل ده وتفتح الزفت ده. هبص ابص البطه وكسره على وشك. افتح الموبايل عشان انا فعلا. طب خلاص بجد خلاص. على فكره انا افهم بس اقول لك حاجه. انا 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 بشوفه برسم. اقسم بالله برسم. بشوفه برسم. شوفه برسم. شوفه برسم. ايه ده خالص؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ده انت بتشوف جدا. ده فيديو. ده انت بتشوف حلو قوي. ده فيديو مش صور. ده برنامج بس. قلت بس ايه اعمل فيك مقلب وارسمك. مقلب؟ ايه رايك في الرسمه؟ تعيطت بجد؟ بجد بجد. حرام عليك. كنت مقنع. حرام. انت بتمثل ولا بترسم ولا ايه؟ بس انا شبه كلها. دي جميله قوي. طب هي بص كده شبه كلها. شبهي ولا ايه؟ بجد وصلت براحتك والله. والسرعة رخامة اللي عملتها فيك والله بجد. انا اسفة. انا اسفة. انا اتعصبت كده. موافقة ازاي البرنامج؟ جدا موافقة جدا. لمتى بجد؟ انا يعني هجيب لك برواز واحطك في رسمة واظبط لك الدنيا يا باشا. من غير برواز دي تحفة اصلا.